شارك سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة في الاجتماع التشاوري الخامس لرؤساء الاتحادات الخليجية واللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط على هامش البطولة الخليجية 38 لكرة السلة. وقد ألقى سموه كلمة الاتحاد البحريني شكر فيها الاتحاد على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثمنا جهود اللجنة المنظمة للبطولة الخليجية في نسختها 38. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالبطولات الخليجية المقبلة ومصير بطولة المنتخبات الخليجية لكرة السلة للرجال، إذ قدم سموه مقترحا بأن تحمل البطولة اسم كأس الخليج لكرة السلة بدلا من البطولة الخليجية. ولاقى الاقتراح تأييدا مطلقا من جميع رؤساء الاتحادات، ومن المؤمل أن يعتمد المسمى الجديد اعتبارا من العام المقبل. كما ناقش الاجتماع عمل اللجنة التنظيمية وأبرز المستجدات بجدول الأعمال بمشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.